الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم أن نلقاه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رجلا كان أو امرأة هي قطع يده اليمنى
السرقة كان قطعها عقوبة له، وكأنه في نفس الوقت عقوبة لليد التي سرقت. هذا وليس هذا التغليظ في عقوبة السرقة قسوة من الإسلام واستخفافا بالإنسان واسترخاصا لوجوده، لا ليس كذلك، كما يقوله زورا وبهتانا من يكيدون للإسلام ويبيتون له ما لا يرضى من القول، وإنما ذلك العقاب هو الجزاء العادل الرحيم إزاء هذا الجرم الشنيع الذي يعده الإسلام من أشنع الجرائم، إذ هو اعتداء على حرمة الإنسان في أعز ما يحرص عليه وهو المال. إن من أسباب اتهام أولئك للإسلام بالوحشية في أحكامه هو ما جهلوه أو ما تجاهلوه من حكمة الإسلام وتقديره السليم العادل لجريمة السرقة ووزنها بالميزان العدل والقسطاس المستقيم بين السارق والمسروق منه. فالسرقة اعتداء خفي على حرمة الإنسان واستباحة لماله الذي هو بمنزلة النفس، وإذا كانت المدنية الحديثة قد استخفت بهذه الجريمة حتى استباحت سرقة الأمم والشعوب، فإن الإسلام الذي يحترم الإنسان من حيث هو إنسان ويرعى حرمته في دمه وماله وعرضه لا يستخف بهذه الجريمة ولا غيرها، بل يضع هذه الجريمة موضعها بين الجرائم الغليظة، ولا تأخذ رحمة ولا شفقة في من لا يرحم الناس. والله سبحانه وتعالى يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وهذا الحد الذي فرضه الإسلام لقطع يد السارق هو بعض ما يدفع الله به الناس بعضهم ببعض، وهو بعض فضله على عباده. أيها المسلمون، إن السرقة لها مفاسد عظيمة وآثار وخيمة، فمن مفاسدها أن السارق يستولي على أموال الناس بغير حق، فقد تعب الإنسان في جمع هذا المال، وقد يكون قد استغرق في جمعه السنوات الطويلة، فيأتي هذا اللص السارق في لحظة ويأخذ ثمرة جهد هذا الإنسان ويفجعه فيه. ومن آثارها السيئة أنها سبب لاضطراب المجتمع ولنفي الأمان عنه، وتجعل المجتمع في حالة قلق واضطراب، وربما أن تؤدي جريمة السرقة إلى جريمة سفك الدماء، لأن السارق حين يأخذ هذا المال فإنه يأخذ ثمرة جهد هذا الإنسان.
الصدقة تكون وقاية بينك وبين النار، تصدقوا ولو بشق تمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذرنا من النار قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، رواه البخاري. ولكن هذه الوقاية من نار جهنم بصدقة ينبغي أن تكون من حلال صرف، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أترضى أيها السارق أن توصد في وجهك أبواب الاستجابة؟ الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لتعلم أيها السارق بأن الله لا يقبل توبتك حتى تعيد الحقوق إلى أصحابها أو أن تستحلهم. لا يقبل الله عز وجل منك التوبة حتى تعيد الحقوق إلى أصحابها أو أن تستحل أصحابها، وإن كانوا قد ماتوا فإنك تعيد ذلك إلى ورثتهم. والله إنها لحسرة كبيرة عظيمة إذا مات العبد وهو مصر على السرقة أو أنه لم يرد الحقوق إلى أصحابها، فما هو قائل لمولاه يوم القيامة؟ وأي شفاعة يرجوها من سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم؟ أيها المسلمون، لتكن أيدينا أمينة سواء فيما يخص المال العام أو المال الخاص، لتكن أيدينا أمينة، فإن كانت أمينة كانت ثمينة، وإن خانت فقد هانت. نعم، ومن أعظم ما يدل على شؤم معصية السرقة أن الشهادة في سبيل الله لا تكفر السرقة، لا تكفر هذه الجريمة البشرة. فيا عباد الله، سرقة الأموال خطيئة كبيرة لا يكفرها أي عمل صالح مهما كان، حتى ولو بلغ درجة الشهادة في سبيل الله تعالى. السارق لا تغفر جريمته ولو قتل في سبيل الله عز وجل، بل لو قتل وهو يجاهد في سبيل الله تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله عنه: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد.
يدري ما هو مبدأ يجب أن يتحلى به المسلم عامة والمجاهد خاصة. كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه، نعم غل ذلك من الغنيمة، فكيف حال من يغل الملايين المملينة والمليارات الكثيرة؟ يا سبحان الله، يقاتل في سبيل الله وتحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشفع له ذلك، فكيف بمن هو بعيد كل البعد عن أوامر الكتاب والسنة؟ فمؤاخذته ومعاقبته هي تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك باليهود والنصارى المحاربين، اللهم عليك بالرافضة الشيعة ومن مالأهم وعاونهم. اللهم يا حي يا قيوم، قل لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم قل لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اخصص من بينهم إخواننا في بلاد سوريا، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم مساكين فارحمهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم طاغية سوريا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من عز وارتفع، يا من ذل كل شيء لعظمتك وخضع، يا من خلقتنا من نفس واحدة ومستقر ومستودع، اشتد بلاء المجرمين. اللهم يا حي يا قيوم، فهيئ له يدا من الحق حاصدة تقطع شروره وتقلع جذوره. اللهم عليك به وبأعوانه، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اضعف قوتهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم مزق ملكه وبدل نعمته وحول
القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم. اشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.